اهلا وسهلا ومرحبا بكم في سلسله ما الفرق بين. المفروض ان احنا في السلسله دي بيبقى عندنا شويه كلمات كده قريبين من بعض في المعنى وبعرفك الفرق بينهم. عندنا النهارده كلمتين breath و breathe. لو انت لاحظت هتلاقي في فرق في النطق. دي breath نفس ودي noun اسم ودي breathe ودي verb معناها يتنفس. الاولى breath نفس، الثانيه breathe يتنفس. زي مثلا لما اجي اقول على سبيل المثال hold your breath اكتم نفسك، فكلمة breath نفس. ولكن breathe لما اقول لواحد I can't breathe I can't مش قادر اتنفس، فكلمة breathe تجيب معنى يتنفس. لو في اي كلمة انت مش عارف الفرق ما بينها وبين كلمة تانية تقدر تحطها لي في الكومنتس. اشوفك المرة الجاية. سلام.